رقمي تي في. يحسب لشركة شاومي أن هاتفها ميتن ألترا كان أول هاتف يدعم سرعة الشحن 120 واط، لكنها بعد ذلك خفضت قدرة الشحن إلى 67 واط. هذه المرة تسربة قوية تقول إن سرعة الشحن القصوى 120 واط سوف تعود مع هاتف مي 12 ألترا. وذكر تقرير أن 12 ألترا سيحتوي على بطارية تبلغ 4860 ملي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي 120 واط و50 واط لاسلكي، وهي قدرة أكبر قليلا من 12 برو بمقدار 260 ملي أمبير. وذكر تقرير أن شاشة الهاتف ستكون بدقة 1440 بيكسل من نوع أموليد وتصنيع شركة سامسونج مع معدل تحديث مرتفع، وسوف تستخدم شاومي نفس تقنيات الكاميرا في هاتف 11 ألترا مع العلامة التجارية الألمانية لايكا. وهذا يعني أن الكاميرا الرئيسية بمستشعر 50 ميجا بيكسل بالإضافة إلى 48 ميجا بيكسل بعدسة واسعة و48 ميجا بيكسل تيليفوتوغرافي عدسة بيروسكوب. ورغم ذلك لم تؤكد شاومي أنها تنوي إطلاق هاتف 12 ألترا، ولم تحدد موعدا للكشف عن الهاتف رغم أن التسريبات تتفق على وجود الهاتف وأن الإعلان عنه مسألة وقت، حيث كانت هناك أخبار مختلفة تقول إن شاومي تخطط لإلغاء هاتف مي 12 ألترا واستبداله بهاتف ميكس 5 برو، لكن التقارير الجديدة أكدت أن شاومي ماضية نحو إطلاق 12 ألترا. بنفس الوقت انتشرت تسريبات حول هاتف مي 12 ميني بشاشة مقاسها 6 إنش، وظهرت هذه الصور المسربة للهاتف ويبدو أنه بتصميم كلاسيكي مع شاشة من نوع أموليد ومعالج سناب دراجون 780، وظهرت صورة أخرى مقترحة للهاتف ويبدو أنها أكثر عصرية من التصميم الأول. فمن برأيك التصميم الأجمل؟